ويحاسب نفسه أيضا على النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له، أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عنها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ثم لا تسألن يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. لأن الإنسان ربما لما يصاب بأي مشكلة من المشكلات الطارئة في حياته بينسى كل نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويركز فقط على هذه المشكلة التي وقعت به، سواء كانت مشكلة صحية ولا مشكلة أسرية ولا مشكلة تربوية مع الأولاد ولا مشكلة مع أحد في المجتمع، فبينسى كل هذه النعم. لابد أن يقول الإنسان جلسة مع نفسه بيسموها يعني الامتنان، أو أنه يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى عليه ولم يحصيها. أصلا كونك أصلا تستيقظ في الصباح صحيح معافى وتذهب إلى الحمام بمفردك وتذهب وتقضي حاجتك بمفردك، دي أصلا من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. كونك الله سبحانه وتعالى ييسر لك أن تأتي إلى صلاة الجمعة هكذا، وغيرك من المسلمين كثر لا يبهون للتعدي، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فدي كلها نعم، لأن حتى دي بتسمى بالأرزاق الدائمة التي تصحبك إلى إيه؟ إلى ما بعد الموت.